بعد صدور مرسوم النصوص التطبيقية لاستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات والإعلان عن قرب موعد الشروع في تسويق عدة ماركات عالمية للماركات بالجزائر، حاولنا معرفة أسعار المستعملة منها، فتوجهنا إلى سوق سيدي بلعباس، فوجدنا أن الزبائن كثر والكل يبحث عن اصطياد صفقة حسب مدخراته. في المقابل وجدنا باعة متمسكين بأسعارهم متخوفين من هبوط كبير للأسعار. بكرنا الصباح 7:30 ولا كنا هنا، السوق كان خاوي، ساعة عمر السوق راه كاين بالك 50,000 سيارة ولا مهم السوق عمر. احنا بغينا نشرو سيارة نفعية، بصح السيارة النفعية القديمة راها السومة نتاعها قد السيارة الجديدة كما نقولوا، مازدا يقول لك 120 يا السومة كاينة يا البيع ما كانش، قال لك الوطن دخلوا، الوطن مازال ما دخلوا. في رحلة البحث عن أسعار مختلف السيارات وانتظار السيارات المستوردة، كانت الميزة المشتركة هنا في السوق توقف عملية البيع والشراء، فالأمر اختزل على عارض يعود أدراجه دون أن يبيع مركبته، وزبون يكتفي بالتفرج وأمواله معلقة على أسعار أرحم الأسابيع القادمة. شبا يقول لك الناس قاعد تحوس تبيع، بصح تبيع بالغلا. الناس تحوس بالنسبه ما دام راهم سامعين باللي كاين البادي كاين جديد سي بورتا الناس تحوس بيع. اسمع من خيال مستحيل. مستحيل قد قالنا كيما هكا اللوطو الحديد يقعد كيما هو ما يهوش كاع، والله ما يهود. والله ما يدخل الحديد والله ما يهود الحديد. كاين بصح البيع قليل، البيع قليل. السوق راه عامر ولا خاوي؟ لا راه عامر. بصح البيع قليل. بيان سور كان اللي خاف، انا بعد واحد خفت خليت 500 في لوطو. انا واحد من هذوك الناس. اللي خاف ولا واللي ما خافش ما زرك. سوق السيارات لا يمكن الحكم عليه اليوم، فبعض المركبات تراجعت أسعارها قليلا والأخرى يرفض أصحابها الخضوع لمنطق السوق في انتظار الواقع الذي سيفرضه على السوق بعد دخول السيارات الأقل من 3 سنوات وشروع العلامات في تسويق سياراتها الجديدة.